السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته هل تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، ورد من خلال راح نتعرفوا على مفاجات قائمه المنتخب الوطني الجزائري رفقه المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش. اين شهدت هذه القائمه غيابات كثيره ولاعبين جدد لاول مره على الزي كرام، عددهم 6 لاعبين راح نتعرفوا عليهم. وكذلك ايضا عندنا العديد من اللاعبين الغائبين والذين كانت تطالب عليهم الجماهير الجزائريه. كل التفاصيل راح نتعرفوا عليها ان شاء الله في هذا الفيديو، فابقوا معنا. واذا كنتم تشاهدونا المره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. ما طولش عليكم خوتي، ندخلوا مباشره الى صلب الموضوع. مدرب فلاديمير بيتكوفيتش اعلن اليوم عن قائمه المنتخب الوطني الجزائري بعد صلاه الظهر، وطبعا القائمه ضمت الاسماء التاليه. في حراسه المرمى عندنا الثلاثي الذي كان متوقع بنسبة 100%، كل من أسامة بنبوط لاعب اتحاد العاصمة، وكذلك أيضا أنثوني مانديريا لاعب نادي كون الفرنسي، بالإضافة إلى مصطفى زغبة لاعب نادي ضمك السعودي. هذا الثلاثي كنا متوقعينه بنسبة 100% اللي راح يكون في قائمة المنتخب الوطني الجزائري، وهو متواجد على الزي كرام هذا الثلاثي هنا أمامكم. بالنسبة لخط الدفاع، خط الدفاع عندنا فيه مفاجآت، أو يعني عندنا فيه تغييرات على العهد السابق. عندنا ريان ايتنوري لاعب نادي وولفرهامبتون، حاجه باينه كان لازم يكون في قائمه المنتخب الوطني الجزائري، بالاضافه الى يوسف عطال لاعب البطوله التركيه اللي متواجد بقوه هنا على الزي كرام بعد عودته من الاصابه، بالاضافه الى زين الدين بالعيد لاعب اتحاد العاصمه، وكذلك ايضا عندنا رامي بن سبعيني لاعب نادي بروسيا دورتموند، بالرغم من انه اصبح خيار ثانوي لمدربه في نادي بروسيا دورتموند، الا انه متواجد في قائمه فلاديمير بيتكوفيتش لانه صراحه ما عندناش كفاءات يعني في خط الدفاع بحجم رامي بن سبعيني، وما عندناش شكون يعوض رامي بن سبعيني. فاستدعاء رامي بن سبعيني كان قرار جيد، بالرغم من انه سقط من يعني مفكره مدربه في نادي بروسيا دورتموند كخيار اول، بالاضافه الى يعني كيفن جيتون لاعب نادي ميدز الفرنسي. وايضا المفاجاه كانت عوده جوان حجام لاعب نادي يونغ بويز في البطوله السويسريه. هذا اللاعب تغيب للعديد من المباريات وللعديد من التربصات السابقه، ولكن ها هو يتواجد وذلك بشكل رسمي في قائمه المنتخب الوطني الجزائري رفقه المدرب الجديد، بالاضافه الى عيسى ماندي حتى هو على الزي كرام متواجد في قائمه المنتخب الوطني الجزائري، بالاضافه الى محمد الامين مداني لاعب شباب قسنطينه. يعني عندنا لاعبي في الدوري المحلي متواجدين في خط الدفاع بالنسبه لقائمه المنتخب الوطني الجزائري، بالاضافه الى الغني عن التعريف محمد الامين طوغاي لاعب البطوله التونسيه لاعب نادي الترجي. فخبرونا رايكم انتم في صندوق التعليقات، ما رايكم حول الاسماء التي تم استدعاؤها يعني في خط الدفاع. حاليا نمر على الزي كرام الى خط الوسط واللي فيه حسام عوار لاعب نادي روما، والذي تألق في آخر مباراة لعبها الزي كرام مسجل هدف برأسية جميلة، وكان أحد أبرز اللاعبين يعني في تلك المباراة يعني لنادي روما، وتواجد في القائمة الرسمية، وتواجده صراحة كان منطقي إلى أبعد حدود بعد تألقه في الفترة الأخيرة بعد عودته إلى الميادين كلاعب أساسي. بالنسبة للاعب الآخر الغني عن التعريف إسماعيل بن ناصر لاعب نادي أي سي ميلان متواجد هنا في هذه القائمة، وتواجده كان منطقي إلى أبعد حدود. أيضا نبيل بن طالب لاعب نادي ليل الفرنسي كان متوقع أنه راح يكون في قائمة المنتخب الوطني الجزائري، هو وأيضا هشام بوداوي لاعب نادي نيس الفرنسي. وأيضا عدنا اللاعب الجديد رفيق جيطان الذي غير جنسيته من الفرنسية إلى الجزائرية، متواجد هنا وذلك بشكل رسمي على الزي كرام في قائمة فلاديمير بيتكوفيتش، بالإضافة إلى أحمد قندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا يعني الناشط في الدوري المصري متواجد هو أيضا. يعني هذه المفاجآت وهاد اللاعبين الجدد اللي راكم تسمعوهم لأول مرة شاركناهم معاكم على الزي كرام قبل ما يتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني الجزائري حسب توقعاتنا والأخبار الموثوقة، بالإضافة إلى رامز الروقي لاعب نادي فينورد، وكذلك أيضا حماد عبدلي لاعب نادي أنجي الذي عاد هو الآخر إلى قائمة المنتخب الوطني الجزائري. حاليا نمر إلى خط الهجوم. خط الهجوم هو الذي شهد على الزي كرام أكبر تغيير يعني رفقة المدرب الجديد. عندنا سعيد بن رحمة العائد إلى قائمة المنتخب الوطني الجزائري بعد غيابه لفترة طويلة لاعب نادي أولمبيك ليون. خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات ما رأيكم حول هذا الخبر. ولكن الشيء اللي ما فهمتوش لحد الساعة هو أنه اللاعب يعني عنده إصابة. يعني سعيد بن رحمة أكدنا لكم في الفيديوهات السابقة أنه اللاعب هذا عنده إصابة ويعني راح يتغيب لمدة شهر، ولكن المدرب استدعاه.
فممكن انه راح تكون هنالك تغييرات بالنسبه لقائمه المنتخب الوطني الجزائري في اسم سعيد بن رحمه، او ممكن انه الاخبار التي انتشرت بغياب اللاعب سعيد بن رحمه لم تكن دقيقه، يعني ما راحش يتغيب لمده شهر. العلم لله، راح ننتظر الندوه الصحفيه ونشوفوا اعزائي الكرام ماذا سيؤكد فلاديمير بيتكوفيتش. كذلك عندنا محمد الامين عموره الغني عن التعريف، كذلك ايضا منصف بكرار لاعب البطوله الامريكيه متواجد رسميا في قائمه المنتخب الوطني الجزائري لاول مره. الف مبروك لهذا اللاعب، صراحه فرحت كي لقيت اسم هذا اللاعب في قائمه المنتخب الوطني الجزائري، بالاضافه الى عوده بشير بلومي لاعب نادي فرنسي، وكذلك ايضا عوده لياسين بنزيه. بالنسبه للاعبين الاخرين عندنا ايضا عوده لبدر الدين بوعناني لاعب نادي لوريون، كذلك ايضا عوده لبغداد بنجاح لاعب نادي السد القطري، وايضا عوده ايضا حتى لياسين ابراهيمي لاعب الغرافه. وهذا الاسم يا جماعه كان مطلوب بشكل رهيب جدا في الايام القليله الماضيه. ياسين ابراهيمي ها هو متواجد على الذاكره وذلك بشكل رسمي في قائمه المنتخب الوطني الجزائري. وصراحه ارقام ياسين ابراهيمي مع نادي الغرافه وفي البطولة القطرية تفرض على المدرب الجديد أنه يستدعيه، لأنه حاليا هو هداف الدوري القطري برصيد 18 هدف، فكان قرار منطقي من يعني هذا المدرب استدعاء ياسين ابراهيمي. كذلك أيضا عندنا فارس شايبي لاعب نادي أنتراخت فرانكفورت، وكذلك أيضا أمير غويري لاعب نادي ستاد ريم، والمفاجأة الأخرى هو الحاج موسى لاعب نادي فيتيس الهولندي، هو الآخر متواجد في قائمة المنتخب الوطني الجزائري لأول مرة. فكما شاهدتوا أعزائي الكرام عندنا العديد من اللاعبين يعني سجلوا غيابهم، وأيضا 6 لاعبين لأول مرة يلعبوا مع المنتخب الوطني الجزائري، لاعبين جدد، عندنا لاعبين محليين ولاعبين محترفين في أوروبا، وأيضا عندنا العديد من اللاعبين العائدين إلى قائمة المنتخب الوطني الجزائري. فمفاجأة وكذلك أيضا تغيير جذري في قائمة المنتخب الوطني الجزائري شهدتها يعني قبل تربص شهر مارس الحالي للعب أمام كل من منتخب بوليفيا وكذلك أيضا منتخب جنوب إفريقيا في البطولة الودية التي ستحضره الجزائر الفيفا سيريز. فاخبرونا رأيكم أنتم في صندوق التعليقات، ما رأيكم حول هذه التغييرات، وما رأيكم حول الأسماء التي تم استدعاؤها، واش أيضا كنتم متوقعين هذه الأسماء سيتم استدعاؤها أم العكس؟ 90% من الأسماء اللي بارتجيتها معكم أعزائي الكرام في هذا الفيديو كنا ديجا تعرفنا عليها سابقا في القائمة المتوقعة وفي الفيديوهات اللي بارتجيت معكم الأخبار من هم اللاعبون الأقرب يعني لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري في الفترة القادمة لشهر يعني مارس الجاري في هذا التربص القادم. على كل حال باختصار شديد، اللاعبين الجدد عندنا 6، كل من محمد امين مداني قلب دفاع شباب قسنطينه لاول مره يلعب هذا اللاعب مع المنتخب الوطني الجزائري الاول، وبطبيعه الحال لاعب محلي. كذلك عندنا احمد قندوسي لاعب نادي السيراميكا المصري، اللاعب هذا ديجا بالماضي استدعاه في واحد المره ولكن لم يشارك ولا ثانيه مع المنتخب الوطني الجزائري، فبالتالي يعتبر لاعب جديد. كذلك ايضا عندنا منصف بكرار لاعب نادي نيويورك سيتي، واللي انا تكلمت معه شخصيا وقال لي متمني اني اتواجد في القائمه النهائيه، صراحة من يعني زرع حصد، وهذا اللاعب تألق بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة وفرح بزاف كي شاف روحه في القائمة الموسعة وهو يتواجد في القائمة النهائية، فألف مبروك لهذا اللاعب. أيضا عندنا ياسين بنزية يعتبر لاعب جديد أعزائي الكرام، لاعب البطولة التركية، وأيضا رفيق جيطان لاعب البطولة البرتغالية لأول مرة يسجل حضوره مع المنتخب الوطني الجزائري بعد تغييره الجنسية الفرنسية إلى الجزائرية. وكذلك أيضا عندنا اللاعب الآخر والموالي هو أنيس حاج موسى لاعب فيتيس الهولندي. هذه الأربعة أسماء أعزائي الكرام، كل من أنيس حاج موسى، رفيق جيطان، كذلك منصف بكرار وأحمد قندوسي، أكدنا لكم سابقا بلي أنهم متواجدين في القائمة الموسعة، وقلنا لكم راح ننتظر وراح نشوفوا واش راح ينجحوا بالتواجد في القائمة النهائية أم العكس، ولكن ما شاء الله عليهم هؤلاء اللاعبين تواجدوا في القائمة النهائية ونجحوا أعزائي الكرام بالتواجد في هذه القائمة. بالنسبة للغيابات، قائمة المنتخب الوطني الجزائري سجلت 10 غيابات، كل من رئيس وهاب بولحي، ياسر العروسي، مهدي ليريس، آدم زرقان، كذلك سفيان فيقولي، عبد القهار قادري، يوسف بلايلي، رياض محرز، أمير سعيود، وإسلام سليماني. حسب بعض التقارير أعزائي الكرام أكدت بلي أن إسلام سليماني وكذلك سفيان فيقولي ورئيس وهاب بولحي خرجوا من مخططات هذا المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، وأنه خططه يعني لا تناسب هذا الثلاثي، فبالتالي
نحن ننتظر حاليا بعد هذا القرار بطبيعه الحال الزيكرا من فلاديمير بيتكوفيتش، يعني اعتزال هذا الثلاثي، كل من اسلام سليماني، سفيان فيغولي، وكذلك رئيس محمد بولحي. اسلام سليماني كان حاب يبقى مع المنتخب الوطني الجزائري حتى المونديال القادم، ولكن اذا المدرب هذا ما راحش يستدعيه مستقبلا يعني سيعلن اعتزاله والعلم لله. كذلك رياض محرز غيابه واضح، قلناها لكم سابقا، بسبب انه طلب يعني من المدرب انه يعفيه من هذا التربص، ولكن واش يعتزل؟ لا، زي كرام ما راحش يعتزل. كذلك بالنسبه ليوسف بليلي، اعتقد باللي انه اللقطه الغير الانضباطيه في الفتره الاخيره كانت سبب في اقصائه هذه المره من قائمه المنتخب الوطني الجزائري النهائيه بعدما ان كان في القائمه الموسعه. خبرونا رايكم في صندوق التعليقات، ما رايكم حول هذه الغيابات. اما بالنسبه للاعبين العائدين، عندنا كل من جوان حجام، احمد قندوسي، حماد عبد اللي، سعيد رحمه، بشير باللومي، بدر الدين بوعناني، بغداد بورجاح، وياسين ابراهيمي، وايضا حتى بنزيه. يعني حوالي 9 لاعبين عزيزي الكرام عادوا الى قائمه المنتخب الوطني الجزائري بعد غياب طويل جدا. وطبعا تعتبر هذه التغييرات يعني تغييرات جذريه، وطبعا وجدنا في قائمة المنتخب الوطني الجزائري هذه الظاهرة أمامكم خليط بين الشباب وكوادر المنتخب الوطني الجزائري. فلاديمير بيتكوفيتش يعني استدعى هؤلاء اللاعبين أولا من أجل اكتشافهم، وهذا ما أكدوا يعني في ندوته الصحفية الأولى مع المنتخب الوطني الجزائري، راح يكتشفهم وبالتالي راح يختار الأفضل في القوائم القادمة. يعني هذه القائمة فقط من أجل اكتشاف اللاعبين عزيزي الكرام عن قرب، من بعد عزيزي الكرام راح يعني يضبط القائمة النهائية للمنتخب الوطني الجزائري واللي راح يشارك فيها في الكان المقبل وأيضا باقي الاستحقاقات القادمة. على كل حال، أولى مباريات فلاديمير بيتكوفيتش مع المنتخب الوطني الجزائري ستكون أمام منتخب بوليفيا يوم 22 مارس يوم الجمعة على الساعة يعني 10 بتوقيت الجزائر في ملعب نيلسون مانديلا. المباراة الثانية ستكون أمام منتخب جنوب إفريقيا يوم 26 على نفس التوقيت عزيزي الكرام 10 بتوقيت الجزائر وفي نفس الملعب نيلسون مانديلا. فأتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. أما من كان ينتظر كل من مايكل أوليز، ريان شرقي، وكذلك ياسين عدلي، أكدنا لكم سابقا أنهم لن يتواجدوا في قائمة المنتخب الوطني الجزائري، خاصة الثنائي ريان شرقي وكذلك أيضا مايكل أوليز، بعد عدم تواجدهم في قائمة منتخب فرنسا الأولى وحتى المنتخب الأولمبي. بزاف ناس رشحوا أنه هذا الثنائي راح يكون في قائمة المنتخب الوطني الجزائري، ولكن ليلة أمس أكدت لكم لأنه لن يكون في قائمة المنتخب الوطني الجزائري بالرغم من غيابهما عن قوائم منتخب فرنسا الأول وكذلك المحلي بحكم أنهم لم يتحركوا من أجل تغيير جنسيتهم من الفرنسية إلى الجزائرية. مستقبلا ممكن راح يقوموا بهذا الشيء، ولكن في الوقت الحالي لا، عزيزي الكرام ما راح يكونوا معنا، وأكدتها لكم قبل صدور القائمة. على كل حال، نقول لكم حاليا اكتبوا لنا في صندوق التعليقات ما رايكم حول هذه القائمه، وهل انتم متفائلين بهذه القائمه، وكيف جاكم يعني هذا التغيير الجذري الذي اعتبره انا جذري صراحه في قائمه المنتخب الوطني الجزائري. وصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.